احنا طبعا في اطار دعم المصورين الاماراتيين ضمن خطه استراتيجيه الجائزه، وحرصنا على اكتسابهم مزيد من الخبرات دائما. اوفدنا مصور سليمان الحمادي، هو واحد من الفائزين في الدوره السابقه ضمن جروب او مجموعه وجه الاستفار وإلى ماليزيا وتغطية بعض الفعاليات اللي موجودة هناك. طبعا مثل هالمجموعات يطلعون فيها الشباب المصورين الموهوبين، تخلق جو من الإبداع والتنافس فيما بينهم. وحابب بعد أتكلم أنا شوي عن مشروع وجهة، اللي هو عبارة عن مشروع من مجموعة من الشباب المتطوعين يطلعون فيه لرحلات تصوير فوتوغرافي. والمؤسسة هذه أصلا مقرها المملكة العربية السعودية، وهي تنظم بعض الرحلات اللي يطورون من خلالها حياة الناس، خبراتهم حول العالم، وينقلون هاي الصور بأشكال مختلفة من خلال المعارض والمشاركات الاجتماعية اللي تكون موجودة.